فنان سلوم مختص بفنون العرائس. لدينا زوار، لدينا زوار في المركز. مرحبا بكم يا أطفال، أهلا وسهلا، أنتم معنا الآن في مركز الإمارات لفنون العرائس. سنقدم لكم عرضا جيدا ستستمتعون به وستأتون إلينا مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم، والآن نقدم لكم مسرحية الأطفال الرائعة. أهلا وسهلا. أنا أحببت فنون العرائس من بوابة علاقتها بالطفل، ولأنه اكتشفت فيما بعد أن فنون العرائس هي موجهة للجميع، ليس للطفل فقط، إنما في العالم العربي موجهة للطفل. أنا أحببتها من هذا الباب. حصلت على العديد من الجوائز في مجال الكتابة وفي مجال الإخراج. وتجد عرائس القفاز، وتجد العرائس التي تتحرك في العصا والعرائس الجوية، وتجد خيال الظل، وتجد الأراغوز اللي هو عروسة قفاز أيضا، وتجد العرائس الصقلية، وتجد الأقنعة، وتجد الكثير من الأشياء. إزاي 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 أوصف لك يا حبيبي، إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي. والآن نحن نركز على شكل جديد هو العرائس المبتكر. العرائس المبتكر هو شخص يبدع أو يخترع أو يبتكر أشكال عرائسية من أي شيء، حسب الشخصية المسرحية وحسب المضمون الدرامي اللي هتحمله هي الشخصية. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا بمسرحية اليوم، ونلتقي بكم في مسرحية قادمة. إلى اللقاء.